بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. بنجدد معاكم العروض النهاردة، رجع لكم يا جماعة بعشرين راس جديان قاني وسكة اللحمة يا جماعة اللي هو 5-6 كيلو، يعني اللي عايز الشغل دي بالصلاة على حضرة النبي. أخوكم أحمد البحيري من محافظة أسوان يا جماعة، اللي محتاج أي حاجة يا جماعة إحنا تحت أمره. في عندنا نعاج عشر، أنا بعرفك الشغل، في عندنا نعاج عشر، في نعاج والدة، في ماعز والد، في اللهم صل على سيدنا محمد جديان قاني زي كده، يعني هي تمشي سكة القاني. وفي ناس يا جماعة يعني إيه عارفة الخمسة ستة كيلو اللي هو الشغل المندي والكلام دي، بالصلاة على حضرة النبي. دول 20 راس يا جماعة، هنقول لكم التليفون والسعر في أول الفيديو عشان حبايبنا اللي على الصفحة بتاعت التيك توك يا جماعة بيسألوا على التليفون وعلى السعر في الأول. فدول يا جماعة بالصلاة على حضرة النبي، رقمنا نقولوه الأول 010-15-420-713، 010-15-420-713. دول يا جماعة 20 راس، فيهم 17 يدي وفيهم 3 نتي بس هم اللي فيهم. ادي الشغل ده يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو بالصلاة على النبي، هنحاول نفريكم عليهم حاجة حاجة. هنوريكم النتي اللي فيهم الأول يا جماعة، ادي دين تاية تمام، واللي هناك دين تاية بالصلاة على حضرة النبي، وادي النتاية الثالثة يا جماعة تمام. الباقي كلهم ذكور، دول 20 راس بالصلاة على حضرة النبي. بكام عرضك ده ابو حميد؟ نقول السعر، عايز تكمل الفيديو وتكمل التفاصيل انا تحت امرك. دول ب 45500 يا جماعة، ال 20 راس، ال 20 راس ب 45500. لو محتاج يمرن عليا 010-15-420-713. طريقة التعامل يا جماعة، احنا تاي تنزل يا باشا محافظة اسوان، تايين المحطة، انا ببعت لك مواصلة توصلك لغاية عندي، بتقلب بهايمك، بنشوف لك عربية يا باشا، واحد شرق بعد ما بتاخد ضيافتك واجبك طبعا، واحد شرق واحد غرب، ده الصح وده الأأمن ليا وليك. انا مش هطلع بهايم من غير فلوس، وانت مش هتدفع فلوس غير لما تيجي تعاين بهايم وتشوفها. مشوارك بعيد ما اتصلش بيا، هتقول لي مشوار بعيد وبعت لي البهايم، لا، انا بكلمك في الصح. انت راجل جد وبتجري على معيشتك، تاي تقلب بهايمك وتشوفهم وتقلب زي ما انت عايز يا باشا. اهم صلاة النبي، دول 20 راس ب 45500 جنيه. رقمنا يا جماعة 010-15-420-713 بالصلاة على حضرة النبي. ماشيهم كده يا يوسف بالصلاة على النبي، هنفرجيكم يا جماعة حاجة حاجة بالصلاة على حضرة النبي. اهم فرج معايا كده بالصلاة على النبي تبارك الله، اهم هنفرجيكم عليهم حاجة واحدة. النهارده يا جماعه العرض الحلو برضه، الحاجه الحلوه في العرض ده يا جماعه، النهارده رجع لك بجميع الاصناف، شيء خلايط زرابي، خلايط شامي، خلايط حساني، فيهم شويه بلدي برضه يا جماعه، جديان تبارك الله. انا دول يا جماعه شايفهم في ناس يمشوا معاها سكه ان هم تاخذهم 3 شهور يا باشا، توقفهم على شويه شعير، تجرعهم ديدان وتوقفهم على شويه شعير، وبعد 3 شهور خذ خير البهايم دي. واسمع من اخوك احمد بيقول لك ايه، خد خير البهايم دي على شويه شعير، هتلاقي الجدي بيلمع معاك، بيلمع. بص ده واكل شعير، ده شايف، شايف، بص شايف، ده واكل شعير، ده دايما تلاقيها بتلمع كده، تلاقيها ايه ورا القمح ورا الشعير والكلام ده. اهم صلاه النبي، هنحاول نفريكم عليهم حاجه حاجه. الصلاه على النبي تبارك الله. عرض يا جماعه من الاخر، العرض ده ببلاش يا جماعه النهارده، العرض ده ببلاش والله العظيم يا جماعه. جديان اقل من دي ب 25 وب 26 في السوق. اهم صلاه النبي تبارك الله، دول يا باشا توقفهم 3 شهور وتبيع فيهم، ربنا يرزقك على حسب ما بتوكل وعلى حسب ما تشرب وعلى حسب ما تتعب فيهم، ربنا هيديك على كد تعبك. اهم صلاه النبي تبارك الله ما شاء الله، 20 راس يا جماعه ب 45500 جنيه. لو محتاج يمرن علينا 010-15-420-713. معايا عرضين في الفيديو ده يا جماعه، معايا عرضين، عرض الجديان والرباعي اللي هم القاني دولة، ولو حد برضه يا جماعه عايزهم سكين عشان يبقى الكلام على نور بما يرضي الله. المال ده يا جماعه في 4.5 في الميزان، يعني اللحم الصافي، وفي 5 كيلو وفي 6 كيلو وفي حاجات هتلحق 7 كيلو، يعني مثلا هقول لك ايه 7 كيلو. ادي يا جماعه 7 كيلو ده تمام يا جماعه، ادي الاخضر ده يا جماعه 7 كيلو ان شاء الله تمام. يعني هم الاغلبيه يا جماعه، المتوسط، المتوسط 5 كيلو، المتوسط كلهم مضربين في قلب بعض في اللحم 5 كيلو صافي. اهم
حبايبنا بتوع المندي اهم. عايز حاجه اعلى من كده بجيب لك. عايز حاجه مثلا تبقى مثلا فرنج 26 لو تفتح لي السكه فيها مثلا لغايه 28 اجيب لك حياه لحم حلوه عن كده، اكبر يعني من كده، يعني اجيب لك 7 اجيب لك يعني يبقى المتوسط بتاعه 6.5 7 اهو عشان ما نكذبوش على بعض. 6.5 7 اه 7 كيلو ان شاء الله باذن الله. ده اهو صلاه النبي. جديان بص يا جماعه، امسك يا يوسف بصوا على قد ما هي ايه يعني برضو ايه يعني مثلا 4 شهور 5 شهور بس ايه بالصلاه على النبي بلاطه صلاه النبي شايف بالصلاه على النبي اهو. فيهم برضو اللي ظهروا على كده عشان يبقى الكلام بما يرضي الله. انا ما يهمنيش البيع كده، اللي يهمني الامانه وان انت تبقى واخد حاجه بما يرضي الله. وبرضو الاحسن من كده انك انت تاجي تضرب يدك فيهم زي ما انا بنقهم لك بالوحده من السوق. في ناس قاعده تحت التكيفات تقول لك عرضك غالي، لما تنزل انت تنقي من السوق ما دام انا عرضي غالي. سيبوا الناس في حاله، خلي الناس تشتغل، حسبي الله ونعم الوكيل في قطع الارزاق. اللي يخرب على حد في لقمه في رزقه وفي لقمه عيشه حسبي الله ونعم الوكيل. ناس معاها كده ايه، معاها قنوات تايد تخلق بايميلات تاني يا ابني. والله ما حد هياخد غير رزقه، والله يا ابني ما حد هياخد غير رزقه. اهم صلاه النبي تبارك الله ما شاء الله. ده اول عرض معايا 20 حته 17 يدي، فيهم 3 نتي والباقيين كلهم ذكوره ب 45500. نخش على العرض الثاني، عرض 4 ميز والدين، حاجه حلوه حاجه تبارك الله، وانا تحت امرك في اي حاجه يا باشا. خش على العرض الثاني بالصلاه على النبي. بالصلاه على حضره النبي. ده العرض الثاني معايا النهارده يا جماعه. معاك ايه في العرض ده ابو حميد؟ نقول لكم برضه يا جماعه ايه، نقول لكم سعره في الاول كده بالصلاه على حضره النبي، بس نقول لكم تفصيله العرض. العرض ده يا جماعه فيه 4 معيز، العرض ده فيه 4 معيز. اللي هناك ده يا جماعه تحتيها ذكر وانتاية بالصلاه على النبي، اهي اللي معاه اللي هناك دي تحتيها ذكر وانتاية، ودي اللي هناك دي تحتيها ذكر وانتاية. هم عيالها دولة اللي هم ايه اللي وراها دولة الصغيرين، مش الكبير ده. اه وراها الذكر والنتاية دولة، ودي يا جماعة وراها الذكرين الحلوين دي واحد، واللي هناك ده التاني. اه ده واحد وده التاني، والمعزة الحسنية دي يا جماعة تحتيها النتاية دي اهي، تحتيها النتاية دي. يبقى دولة 4، الخلف بتاعهم كام؟ الخلف بتاعهم 7 و4 يعني 11 راس الاجمالي يا جماعة. اهم صلاة النبي. واحدة تحتيها 2 يعني 3 تحتيهم مجاوز، وواحدة تحتيها فرد. اهم صلاة النبي تبارك الله. نقول التليفون 010 15 420 713. بكام العرض ده ابو حميد؟ العرض ده كله على بعضه ب 23.5 يا جماعة. العرض ده كله على بعضه ب 23500 جنيه. لو محتاجهم في اي مكان انا تحت امرك. والصح يا جماعة انك انت تاي وتشوف حاجتك، لان انا ببيع من على ارضه هنا. اهم صلاة النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي تبارك الله. هذا يا جماعة بيقول لك شامي وبيقول لك مش عارف ايه وخلايط ايه. لا يا جماعة ما عايز خلايط، بس حي يعني ايه، حي حلوة، حي جميلة، حي رخيصة في نفس الوقت. يعني معزتهم واقعة ب 2700 ل 2800 5000 قصدي، و 800 ل 5700 تحتيها 2. اهي يا جماعة والله من السوق دي النهاردة، من السوق لوحديها دي يعني بالصلاة على النبي تبارك الله، لغاية ما وصلت هنا ب 65 لوحديها علي انا دي بالصلاة على النبي تبارك الله. والنهارده برضه رجع لك بسعر مرتاح، الأربعة ب 23.5، الأربعة ب 23.5. لو محتاج يمرن علينا 010 15 420 713. تفرج يا معلم، تفرج كده بالصلاة على النبي تبارك الله. اهم وراهم جديين يا جماعة، يبقوا وراهم طلوق اهو اللي هناك ده بيطلق صلاة النبي. ودوره وتستمر يا باش، تاخذ العيال دي تقطفهم تبيعهم وتخلي الامهات عندك. الامهات اهديها يا جماعه دي عشر، خلي بالكم للعلم والله انا عسيتها دلوقتي، دي عشر ممسوك في اليد، عشر عظم دي اللي وراها النتاية دي. وعندنا دي ان شاء الله مش هتخلى من العشر اللي وراها الذكرين دول اهي، اللي وراها الذكرين دي ان شاء الله دي مش هتخلى من العشر، لان ولدها وراها من الصبح. بس انا والله ما ضربت يدي فيها، بس انا ضربت يدي في دي اللي هناك لقيتها عشر. اهم صلاه النبي تبارك الله. لو محتاجهم رن علينا 010 15 420 713. 4 معيز تحتيهم 7 الخلف يا جماعه. بصوا يا جماعه المعز السوداء دي، في السوداء دي يا جماعه حته زقو تبارك الله زي الزبده اهي، زي الزبده اهي، شبه الخروف يا جماعه والله تبارك الله ما شاء الله، الله اكبر.
احمد اخوك ما يجيب لكش غير المال النظيف. اللهم صلاة النبي تبارك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.